ازيكم عاملين ايه؟ ويلكم باك تو ماي شانل. للناس اللي اول مره تشوفني، هاي انا اسراء بسيوني. كنت عملت قبل كده عندي في القناه تجربتي مع الخسيه، ايه اللي نفع ايه اللي ما نفعش. عملت برضو افكار للاكل، انا باكل ايه في يومي عشان تفهموا اكتر انا ايه اللي خسسني بطريقه الاكل، وبرضو عملت افكار وجبات. وفي الثلاث فيديوهات دي كان بيجيلي سؤال متكرر، انا بعمل دايت وبعدين اخس وبعدين ارجع اتخن تاني. فانا النهارده قلت اعمل حلقه عن سبع حاجات بتبوظ اي دايت من ان هو يدي فعلا ما فعله. عاده السبعه دي في الفيديو لحد الاخر عشان هي فعلا حاجه انتم مش هتبقوا متوقعينها. بس قبل ما نبتدي ده كله، ما تنسوش طبعا ان انتم تعملوا لايك للفيديو عشان اعرف ان الفيديوهات دي بتعجبكم، عملت فيديوهات منها تانيه، ما تشتركوا في القناه لو انتم ما كنتوش اشتركتوا، وطبعا تفعلوا جرس الجرس الاشتراك عشان يوصلكوا اول ما اعمل فيديو جديد. تشتركوا في الانستغرام بتاعي عشان انا في الانستغرام بشير حاجات اكتر من كده بكتير. يلا بينا نبتدي. اول حاجه بتبوظ الدايت، بتخلي الدايت ما يستمرش ولو خسيتي ترجعي تاني، كلمه انا هعمل دايت ولما هيخلص هرجع اكل براحتي. ما انتي لو طريقه اكلك دي صح كان زمانك ما تخنتيش، كان زمانك محافظه على جسمك طول عمرك. فاكيد انتي كنتي بتعملي حاجه في طريقه اكلك، فان انتي عايزه تظبطي اكلك لفتره وبعدين ترجعي تاكلي عادي اكيد مش حاجه سليمه. فاول ما تلاقي نفسك بتقولي فتره وهتعدي تيجي تعرفي ان الدايت هيبوظ. الدايت نظام حياه. تاني حاجه بتبوظ اي دايت وفعلا بتاثر جامد قوي، فكره يوم فري. يعني انت عامله دايت طول الاسبوع ومظبطه اكلك طول الاسبوع وحارمه نفسك من حاجات طول الاسبوع، وتيجي في يوم تاكلي ضعف اللي انت كنت بتمنعيه. اولا خلينا نجمل الموضوع شويه، هي اسمها وجبه فري. يعني انا مثلا لو انا مش باكل شويه كتير ده انا خارجه مع اصحابي وهضرب وجبه من ماكدونالدز وهب براحتكم، يعني مش ان انا اليوم الجمعه ده لازم وجبه فلانيه واريح فيه، لا خليها تيجي كده براحتها. لكن بقى ان هو انا يوم في الاسبوع ده لازم اكل فيه، ده هتبوظ الدنيا وهتلاقي نفسك بتتخني. اللي انت خسيتيه طول الاسبوع معدل خسيتك البطيء جدا، هتلاقي ان انت ممكن مش عارفه تحافظي على وزنك. فكره ان انت بوظتي اليوم النهارده طب خلاص انا هبتدي من بره، لا انت بتبتدي من اللحظه دي، ما تبتديش من بكره، انت بتبتدي من اللحظه اللي انت فيها. الموضوع اللي بعد كده هو عكس الموضوع ده، ان انت لتساي انت لخبطتي في يوم هتقولي عشان اعدل اليوم ده انا مش هاكل خالص. لو مش هتاكلي خالص هتلاقي نفسك انت بتقولي انا جعانه، انا حارمه نفسي، دخل في دماغك ان انت مش بتاكلي، ان انت حارمه نفسك، ان انت عايزه تاكلي. لا انا لخبطت في وجبه من الوجبات خلاص، الوجبه اللي بعديها هاكل الكميه اللي انا كنت المفروض اكلها في الوجبه، يعني عادي كاني شيء لم يحصل. صدقيني هتدخلي نفسك ان انت في حرمان وان انت بتعاني فهتزهقي من الدايت فمش هيبقى نظام حياه. اللحظه دي انت بوظتيها، اللحظه اللي بعديها انت شغاله عادي، ولا بوظي بقيه اليوم ولا في نفس الوقت بتحرمي نفسك بقيه اليوم. جايز الرياضه مش الحل، عن تجربتي الجيم مش بيخسس، الجيم ده عشان تشدي جسمك، عشان انت لما بتخسي جسمك بيرهلط شويه فانت بتشديه. الجيم ده عشان رياضه ليكي، عشان ان انت المفروض تحركي جسمك عشان ربنا خلقنا ان احنا نحرك جسمنا. اللي عايزه تخسي قللي من اكلك، غيري نظام اكلك. العاده اللي بعد كده بصراحه عاده بتودي في ده، انت اصلا ممكن بتعمليها وانت مش حاسه، يعني الفكره كلها ان انت مش بتبقي حاسه اصلا ان انت بتعمليها. زي 10 لوزات، سبحان الله في 3 لوزات تانيين اتاخدوا وانت بتفتحي الكيس، على اساس مثلا الثلاث لوزات دول ما فيهمش سعرات حراريه مستخبيه. واقفه في المطبخ بتغرفي حاجه رحتي ملقطه معلقتين وانت بتغرفي كده، دي سعرات حراريه على فكره. اخدتي 5 محشيات مش لازم تلقطي محشيتين كده برده وانت واقفه. دي فعلا العاده دي انا بلاحظ ان انا لو عملتها بلاقي نفسي ما بخس، بلاقي نفسي ثابته. فعايزه تخسي امنعي عاده التلقيط وحددي الكميه اللي انت هتاكليها في الطبق، وهي دي بس الكميه اللي انت هتاكليها. نيجي بقى للحاجه اللي انا قلت لكم عمركم ما هتتخيلوا ان الموضوع ده، بصوا الموضوع ده انا لاحظته، انا ما كنتش باخد بالي منه بعدين سمعته فاخدت بالي، ربط بالفترات اللي انا يا اما ما بخسش فيها مع ان نظام اكلي واحد، يا اما ممكن بدخل فيها مع ان نظام اكلي ما بيتغيرش، هو التوتر. طبعا لو عملتوا سيرش هتلاقوا شرح بالتفصيل من الناس المختصه، فانا مش هدخل في التفاصيل. التوتر عامه بيغير لك جسمك. اول حاجه ان انت هتلاقي نفسك متوتره، انا مثلا من الناس اللي لما اتوتر او اكتئب باكل. تاني حاجه لو انت الناس اللي هو ممكن اروح ماسكه نفسي، اللي هو انا عارفه ان انا اكلت اوريدي فانا مش حلو زياده عن اكلي عشان انا خلاص انا مش حلو، بلاقي برده نفسي تخن. طبعا مش معدل ان انا اكلت اكل زياده، لا اللي بيحصل ايه ان انت لما بتتوتري جسمك بيتغير،
معدل افرازك للانسولين بيتغير، بيحرقش الاكل صح، هتلاقي نفسك ما بتخسيش، ممكن تتخني مع ان طريقه اكلك واحده. طبعا اعملوا سيرش وشوفوا الاطباء بتقول لك ايه في الموضوع ده بالظبط، ان عشان توصل لكم المعلومه الطبيه صح. فانت لو شخصيه من النوع اللي بتتوتر كتير، حاولي ان انت دايما تهدي نفسك. فحتى لو حسيتي ان انت ما خسيتيش، بتقوليش الدايت مش جايب نتيجه وتفقدي الامل، لا خالص، تعرفي ان انت يمكن كنت متوتره، شوفي نفسيا انت عامله ازاي، ان النفسيه بتعكس على اسمك. بس كده يا رب الفيديو ده يكون عجبكم وافدكم. لو عجبكم الفيديو ده طبعا ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتشيروا الفيديو ده مع حد تحسوا ان الفيديو ده هيعجبه. وطبعا تكتبوا لي في التعليقات ايه اكبر حاجه بتحسيها بتمنع ان انت الدايت بتاعك ينجح. واشوفكم الفيديو الجاي، باي.